يا عم الحمد لله تمام وكل حاجه فوق. اهو نعمل ايه بقى؟ ربنا يسامحك. مسافر انت كمان يومين كده بقى ما تطلع اول؟ خلاص يا باشا الفترة الجاية دي هتعدي هتعدي. انت عديت يا عم عديت خلاص ما تنساش اللي جاي يا عم حاجة. اللهم لا حسد. لا لا لا. بعد بكرة بس. خلاص يعني اتفقنا. اه تيجي معايا ولا ايه؟ لا احنا ناس على قدنا يا عم احنا لسه بنلعب تليفون 3 مليون مش قضية. ادفع لي 15 مليون كده و هديك حتى الغلط. لا 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 احنا مش قد كده. تكسب. ربنا يعينك يا عم. فرح هتندم. اه. لا لا مش كده مش قصدي. لا انا شايف كده. ايه والله 15 يا باشا. طب يلا بينا نشوف الراجل عشان نمشي. ماشي. كابتن 50 يا ممنوع يا بابا يا ابني روح ممنوع بلاش جرح في ده ممنوع قلت لك ما ينفعش يلا روح روح يا حبيبي ما ينفعش روح يلا Thank you.
دي يا ابني، انت يا ابني ليه؟ تعالى تعالى اقول لك، تعالى بتعمل ايه؟ تعالى كنت بدور على حاجه اكلها. ليه يا ابني؟ ليه؟ من فين اهلك؟ فين بابا؟ فين ماما؟ يا بيه السجن. ايه اللي سجن؟ مش بابا كان شغال سواق يا ابني؟ يا بيه بيتاجر في المخدرات ومسكوه سجن. هو مامتك فين؟ مامتي جبت لها بابا. مفيش حد من اهلك؟ اخواتك. اخواتك ايه؟ اخواتك؟ حد اكبر منك؟ لا انا الاكبر واحد. ما بتشتغلش ومفيش اي حاجه؟ لا شايفنا عامل زي ما كنت بعمل. طيب تعال يا ابني، انا صرفك. خد يا ابني، امسك يا ابني، اصرف انت واهلك، اصرف انت واهلك اخواتك يا ابني، اصرف على نفسك. لما تحتاج حاجه بتعالى لي، ماشي؟ وما تاكلش حاجه من الترابيزه، ما تاكلش من اكل الشارع، ماشي؟ تسمع الكلام؟ يلا. الله يسهل لك. ايه يا عم؟ ابعد يا ابني، ابعد. ايه الرساله؟ يا ابني ابعد. ايه الرساله؟ تبعد يا ما تبعد يا انا بقول لك ابعد يا ابعد يا ابعد ابعد ابعد. فوق يسامحك.